المواطنون طبعا أصحاب البيوت البالية إذا صح التعبير، من لا يستطيع أن يبني بيتا بقدراته الضعيفة. المواطنون هؤلاء شاهدوا بأعينهم انهيار منازلهم المتواضعة. هذه الأزمة تسببت بحالة وفاة لأحد المواطنين، وهي ثاني حالة وفاة في مدينة البصرة عموما بسبب أزمة السيول. فلنشاهد. اسمع شوف شوف يلا شوف يا حكومة، شوف يا ناس تغيثون غيركم، شوفوا هلكم بار، شوف هاي البصرة من أم الخير. هاي أم الخير، هاي فضلها على العالم، بصرة معيش العراق، عيش العالم، عيش الدول كلها اللي بصفنا. هاي بيوت اهلنا طين، شوفوا شوف صار، الله يعينهم ان شاء الله يعوضهم بالصبر، الله يعوضهم بالصبر ان شاء الله.